model color results of what the following addition represent then write the result. عندي هنا الاكزامبل 0.56 plus 0.115. عايز احل المساله ديت على ايه؟ على الرسمه الموجوده. ازاي؟ انت عندك هنا ال5 موجوده في التنسس، يعني هتلون vertical، هتلون خمس اعمده كده 1 2 3 4 5، وهنا ال6 في ال100 سيس 1 2 3 4 5 6. يبقى انت لونت 5 vertical و6 units، وبعد كده 1 الموجوده دي التنسس، يعني هتلون 1 vertical عمود واحد بس كده vertical اهو كده، وهنا ال500 تكون كمل بقى 1 2 3 4 والخامس يجي هنا. طب الريزلت بيجي ازاي؟ بتعد بقى الاعمده اللي انت جبتها دي، تشوف كم عمود انت جبته، كم vertical 1 2 3 4 5 6، وعندك هنا كمان واحدة زيادة. الريزلت اللي عندك كمل كده تاني، هنا عملنا 5 vertical 1 2 3 4 5 اهم تاني، ده 5 vertical 1 2 3 4 5 vertical، وبعدين عندي 600 count with me، عملنا 5 اهي يا ولاد 1 2 3 4 5، بعد كده 1 2 3 4 5 6. جينا بقى على النمبر ده 1 vertical، عملنا 1 vertical كده و 500 كملنا هنا 1 2 3 4، كده بقيتين اهو والزياده هنا. اصبح عندي بقى كام vertical؟ 1 2 3 4 5 6 7 vertical، يعني 7 في التنسس، وعندي 1 واحده بس فين؟ في الخانه بتاعت ال 100. تمام، دي فكره الحل، ان انت لونت هنا 5 vertical خمس اعمده و6 مربعات صغيره، وهنا عمود واحد اهو عمود واحد وخمس مربعات صغيره، كملنا على الناقص ده 4 والزياده كتبناها هنا، فالناتج عندي بقت 7 vertical يعني 7 tenses 100. طيب الناتج ده طبعا ممكن تتاكد منه ان انت تعمل addition لتو نمبر 5600 and 1500، قول 6 plus 5 equal 11 1 and carry up 1 5 plus 1 6 plus 1 equal 7 وتعمل point و 0، يبقى يطلع الريزلت عندك 7100. ده لو انت عايز تاكد من الناتج بتاعك مظبوط. تمام، طيب تعال نشوف بقى الكوتش اللي بعده ليتر بي، بيقول هنا ماتش اتش ذا فولوينج كاردز، انا حليت لك المسائل. طيب هنشوف بقى طريقه الحل بتاعت كل واحده. اول كوتشن بيقول لي ذا فاليو اوف ذا انون ان ذا ايكويشن اكس بلس 2.75 ايكوال 12.5. انت عشان تحل الايكويشن دي اكس بلس 2.75 طلع ريزلت 12.5، عشان تجيب الاكس دي بتعمل سبتراكت بتوين تو نمبرز، يعني الاكس تبقى ايكوال 12.5 subtract by 2.75 and then we must equal parties here, write 0 here because we have two digits to write on side here between, يعني بعد البوينت في 2 digits وهنا بعد البوينت 1 digit لازم نكتب 0 جنبه، ونعمل subtract between two numbers. We must put 1, 0 minus 5 we can't do it, so you must put 1 from 5 it will be 4 and 0 will be 10, 10 minus 5 it will be 5, 4 minus 7 we can't do it, so you must put 1 from 2 will be 1 and 4 will be 14, 14 minus 7 equals 7, then write point and 11 minus 2 equals 9, then the result will be 9.75. نوصلها بالسوليوشن بتاعها. طيب ده بالنسبة للكوتشن الأول. الكوتشن التاني عندي هنا 0.12 times 10. In this example we must move the point right hand side by one place because we multiplication by 10. 10 have 10, this number as 10 here, is you must move the point right hand side by one place. This that would be 1.2. Question here in this rectangle 6630 divided by 26. We can find the result by long division 6630 divided by 26. And we know 6 is divided by 26, we can't do it. So you must put 1. Put 0 here first and 66 divided by 26. عايزين نشوف يا ولاد 26 هتبقى تايمز كام؟ تبقى قريب من ده لان 6 صغيره فكتبنا 0. خلاص فال 66 عشان اجيب النمبر بخبي ديجيت مع ديجيت كده disappear and 6 divided by 2 equal 3. بجرب 26 times 3 لو طلعت مظبوطه بناخد. طيب لو ما طلعتش بننقص بقى بناخد 2، يعني قلنا 26 دي تايمز 3
3 times 6 equal 18 8 and they carry up 1 2 times 3 equal 6 plus 1 equal 7 طلع النمبر عندي greater than 66 يبقى مش هينفع يبقى انا هنقص يعني اقول له 26 times 2 2 times 6 equal 12 2 and carry up 1 2 times 2 equal 4 plus 1 equal 5 تطلع 52 اصغر من النمبر يعني نكتب 2 outside ونقول هنا 52 كده ونعمل subtract 6 minus 2 equal 4 6 minus 5 equal 1 and then drop the next number 3 here بقت 143 نفس الفكره هنخبي ديجيت مع ديجيت كده ونقول 14 divided by 2 equal 7 نشوف ال 7 لو تايمز النمبر ده تبقى قريب ولا لا لو ما نفعش نشوف 6 لو ما نفعش نشوف 5 تمام يلا نشوف 26 times 7 6 times 7 equal 42 write 2 and carry a 4 2 times 7 equal 14 14 plus 4 equal 18 this number greater than 143 so you must cancel 7 here and write 6 and explain 6 times 6 equal 36 write 6 and carry up 3 2 times 6 equal 12 12 below 3 equal 15 the result will be 156 it's greater than this number أكبر منه يبقى أنا هاخد مين أقول له 26 times 5 أجربها وال 5 times 6 equal 30 write 0 and carry up 3 2 times 6 2 times 5 equal 10 10 below 3 equal 13 the result will be 113 less than this number يعني تنفع يا مستر ياخد هنا 5 outside here and write 130 and find the difference 3 minus 0 equal 3 4 minus 3 equal 1 طيب اللي عليه الدور مين 0 تنزل هنا drop at 130 divided this number 130 ركز كده معايا فين 130 موجودة معايا تاني هي مستر اللي هي 5 اللي مكتبين 5 فوق هنا بقت 130 خلاص كده خلصنا طلع السوليوشن بتاعي 255 question اللي بعده 6.4 times by 1.7 in this example 6.4 it will be 64 over 10 and 1.7 it will be 17 over 10 and then we know 10 times 10 equal 100 the next step we can find the multiplication between 64 and 17 ماشي يا ولادي خلاص مركزين يبقى انا هعمل times 64 مع 17 اشوفه بكام واكتبه اب هنا وهنا 10 times 10 تبقى 100 عشان كده الريزلت اللي هيطلع البوينت تبقى after two places اما اقول 4 times 7 هتقول لي 28 right 8 and carry up 2 هنكتب 8 كده ونطلع بالcarry up 2 6 times 7 42 42 plus 2 equal 44 and then write 0 1 times 4 equal 4 1 times 6 equal 6 0 plus 8 equal 8 4 plus 4 equal 8 and 6 plus 4 equal 10 the result will be 1000 88 طيب 1088 divided by 100 we must move the point after two places this will be 10.88 يعني البوينت العلامه البوينت اللي عندك بتكتبها بعد two digits لان انت بتعمل divided 100 يعني point after two places يبقى result 10.88 okay next question مكملين ده الموديل الاول تعالوا نشوف الموديل الثاني بالنسبه للمهام الادائيه هنا يا ولاد بيقول لي match is from column A and C what is fits column B so that shading in the side the process يعني هتحل المسألة وبعدين تلون وتشوف ايه التلوين مظبوط او تختار انهي واحدة متلونة صح طيب بداية انت ما تبقى تحل مسألة زي دي بتعمل ايه بتشوف الناتج الاصلي بكام يعني ما تحلها يدوي بايدك هنا 0.67 subtract by 0.35 7 minus 5 equal 2 and 6 minus 3 equal 3 ونعمل point to 0 بقت 3200 يبقى الإجابة بتاعتك 3200 اهي طب هنوصلها بالشريط بارتي ازاي خد بالك انت بتعمل الكاونت بتاعك 6 vertical لما تيجي تحل 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 اهو طيب 7 في ال hundredths يبقى انت عملت 6 tenses يعني 6 أعمدة موجودين vertical وسبع وحدات صغيره 17 يونتس 1 2 3 4 5 6 7 تمام بحيث ان انت تكنسل منهم 3 فيرتيكال هتكنسل ثلاث اعمده كده ثلاث اعمده كنسلهم 1 2 3 دول اتحذفوا اهم خلاص وهتكنسل كمان منهم 5 يونتس 1 2 3 4 5 يبقى اتبقى لك ايه 1 2 3 اهو وهنا 2 يبقى ده الاجابه اللي انت هتاخدها اللي هي متلون عليها اصفر في عندك 3 vertical موجودين شايفينها الباقيين يعني الباقيين يا ولاد اللي هو الباقي ده شايف ادي كده معايا 3 vertical 1 2 3
1 2 وال 3 بقى اللي هتكمل هنا مع الباقي، والزياده بتتكتب بره. يعني ناخد ده، خلاص دي الطريقه بتاعه الحل. طيب بالنسبه بقى للكوتشن الثاني اللي هي 4700 والنمبر الثاني 0.28، هنعمل 8 7 بلس 8 ايكوال 15 5 اند كاري اب 1 2 بلس 1 ايكوال 3 3 بلس 4 ايكوال 7 اهو ده الحل بتاعك. برضه نفس الفكره يا اولاد، انت تعمل اديشن مش سبتراكت، اديشن يعني هتضيف. عندك هنا 4 فيرتيكال 1 2 3 4 وهنا 1 2 3 4 5 6 7، لما تيجي تزود عليهم هتزود 2 فيرتيكال 1 2 فيرتيكال، وهنا ال 8 هتعمل ايه 1 2، خد بالك دول بقوا كام لما قلت 2 بلس 4 بقت 6، دول 2 بلس 7 خد بالك 2 بلس 7 ايكوال ايه 9، فانت محتاج واحده من ال 8 دي. مش ال 8 ده عمود كامل، احنا عملنا كام واحده هنا 2 اهمت، وعايزين هنا 8 يونتس، 8 يونتس دول لما اخد منهم واحده تتكتب هنا هيبقى هنا كام 1 2 3 4 5 5 عندي موجودين. عد تاني كده معايا، احنا عملنا هنا 4 فيرتيكال، هعملها من الاول خالص. انت عندك هنا 4 فيرتيكال 1 2 3 4 الاولاني و7 يونتس 1 2 3 4 5 6 7 صح، دول 7. هنا محتاج 2 فيرتيكال 1 2. طيب ال8 دي ها دولت كانوا 4 صح، ال4 في اللي عندي هنا ال7 الموجودين اللي عندي محتاجين 3 1 2 3 عشان يبقوا ايه فيرتيكال كامل، ويتبقى من دي 5 1 2 3 4 5 اهو، فالناتج بقت 5 يونتس اهي، وكان فيرتيكال 1 2 3 4 5 6 7 7 فيرتيكال، يعني الريزلت اللي عندك 7500 اوكي توصلها. طيب الكوتش اللي بعده ليتر بي، هنا يا ولاد تو كلامب ذا بلو ستيرز، عندي سلم موجود، يو ماست سولف افري اكسرسايزز ذات كامز ذات يو ات ايتش ستيبس، هتوضح عليه خطوات حلول المسائل كلها. طيب يعني السلم ده موجود في كل سلم مسألة، المسألة الأولانية اللي في أول الدرج عندي هنا أول السلم موجود هنا، شايفينها شباب أبنائي ركزوا، النمبر الأولاني بيقول لي تو ذا نيرست تنسس، تنسس للنمبر اللي عندي. أنت عندك هنا 3 النمبر مقول أهو 3699 and 8800 approximated to the nearest tenths. Tenths عندك اللي هي 8، يبقى result 3699 and 9 tenths، هعمل 9 جنبها. The result اللي بعده يبقى ده الحل الأولاني. المسألة اللي بعدها أنت عندك 315 multiplication by 43، عشان تحل الـ example ده هتكتب الـ 315 موجودة فوق وهنا الـ 43 down. 3005 equal 15 5 and carry of 1 1 times 3 equal 3 plus 1 equal 4 and 3 times 3 equal 9 يعني 10 plus 0 4 times 5 equal 20 0 and carry of 2 1 times 4 equal 4 4 plus 2 equal 6 3 times 4 equal 12 5 plus 0 equal 5 4 plus 0 equal 4 9 plus 6 equal 15 5 and carry of 1 2 plus 1 equal 3 والنذر 1، يبقى الريزلت اللي عندك هنا 13545 تمام. طيب الكوتشن اللي بعده هنا بيقول لي 1 and 3500 subtract by 0.875 we must put 0 here to equal parties 0 minus 5 we can't do it so you must put 1 from 5 it will be 4 and 0 will be 10 10 minus 5 it will be 5 4 minus 7 we can't do it put 1 it will be 14 minus 7 equals 7 and 2 minus 8 we can't do it but 1 from 1 it will be 0 and 12 minus 8 will be 4 the result will be 475,000 next question. هنا بيقول لي the least factor of 8 and 4 هنا ال 8 2 times 2 times 2 and we know 12 equal 2 times 2 times 3 and then we can circle common numbers to write the Gerson factor between two numbers it will be 2 times 2 it will be equal 4 the result here will be equal 4 it's the Gerson factor between two numbers يعني اولاد the least common multiplication between them غير Gerson factor طبعا least common multiplication بتاخد من كل circle digit لكن هنا هو عايز Gerson factor يبقى انت بتشوف اكبر number the Gerson number هما الاثنين كان divided by it. اكبر عدد ينفع هما الاثنين ايه نقسمهم عليه نعمل divided على النمبر تمام يبقى هنا الجريس كونفاكتور طلعت ايه بي 4. طيب الكوتشن اللي بعده هنا طالب الليست كومون تبليكيشن
between الثري والفور. خد بالك الثري والفور ده ال least common multiplication between them اللي هو their product. It will be what least common multiplication of three and four is 12. عايز اجيب least common multiplication لل three وال four هيطلع بكام؟ 12. ليه؟ لان ال three وال four دول بسميهم relatively prime numbers. يعني لو عندك two numbers can't divided by a number without one يعني ما ينفعش انت تقسمهم الا على one، يبقى تجيب الليست كومن تيجيشن بتاعهم تضربهم في بعض. تمام، دي طريقه. ممكن طالب يقول طريقه تانية ان ال 3 ازود عليها 3 تبقى 6، ازود عليها 3 تبقى 9، ازود عليها 3 تبقى 12. ال 4 ازود عليها 4 تبقى 8، ازود عليها 4 تبقى 12. يبقى اصغر الليست كومن تيجيشن اللي هو 12. دي طريقه تانية يا اولاد للحل. انت تفضل تزود ال 3 على نفسها وتزود ال 4 على نفسها، زود فوق كل شويه لحد ما تجيب المشترك بينهم. تمام، او تعملوا ملتيبليكيشن لو كان الهايت كومن فاكتور بتوين زيم 1 يعني اكبر عدد يتقسم عليه اللي هو 1، خلاص اضربهم في بعض. السؤال اللي بعده موديل 3، مركزين معايا. في موديل 3 كومبليت ذا فولوينج فاكتور ستوري ذن فايند ليست كومن فاكتور اوف تو نمبرز. احنا عندنا هنا الايتين، انت هتكمل على التري الموجوده. هو كتب هنا 2 فتقول له هنا 2 تايمز 9 وتكمل 9 ايكوال 3 باي 3. تمام، and then 24 you can complete here 24 equals 6 multiplication by 4. بعد كده 4 equal 2 times 2 and 6 equal 2 times 3. اوكي ده التري بتاعتنا اهي. بس ده المطلوب منك يعني عشان تجيب الجريس كوم فاكتور بقى بتاخد المشترك، يعني تاخد هنا ال 18 تقول equal 3 times 3 times 2 اللي هي الريزلت الموجود عندك، تكتبها اللي هي prime factors 2 times 3 times 3، وعندك هنا 24 هتاخد 2 times 3 times 2 times 2. انت بتكتب الكومن تحت بعض المشترك، هنا 2 and 3 and 2 again and 2. بعد كده تعمل circles here to find، تعمل على المشترك بس use common factor. It will be 2 times 3 it will be equal 6، يطلع الحل بتاعك ب 6. تمام، طيب next question letter P. هنا بيقول لي put this number in the plus value table، يعني عايزين نكتب كل digit في مكانه هنا بالنسبة للنمبر الأول والنمبر التاني. هنا 13 and 72 hundredths، هنكتب 3 في ال ones وال 1 في ال tenths. في ال tenths شايفين كده، ركز معايا 13 هكتب ال 3 في ال 1 وال 1 في ال 10s، وهنا 7 lies in 10s and 2 lies in 100s. 3 and 43 hundredths 3 in the 1s and 4 in the 10s and 3 in 100s. Question number 1 here we must find the result. Number 1 this number we want to find the result to the nearest tenses, approximating the result to the nearest tenses. We have 13 and 72 hundredths approximating to the nearest tenses. Look at the tenses here, 7. 2 can't give 1 to 7 because 2 less than 5. We know 0, 1, 2, 3, 4. We called it poor digits, but 5, 6, 7, 8, 9, we called it rich digits. So 2 we called it poor, can't give 1 to 7. Then the result will be 13.7. يعني يا ولادي 2 دي less than 5، اي نمبر اي ديجيت او اي رقم ديجيت عندي بيكون اصغر من less than من ال 5 مش بيعطيش حاجه للايه اللي بعدها. تمام، فيبقى approximating 13.7 لانه قال لك tenses، tenses ال 7 هنا مكانها في tenses. question number 2 13.7 2 plus 3.43. هنعمل addition مباشره يا ولاد لان انا عندي هنا ال equal parts موجوده. يعني هقول له 3 plus 2 equal 5 4 plus 7 equal 11 1 and carry up 1 3 plus 1 4 4 plus 3 equal 7 ونزل ال 1. فالريزلت اللي عندي هنا طلع 17.15 او 17 and 1500. question number 4 عايز يكتب الاكسباندد فورم للنمبر اللي قدامي. طيب لسه نمبر 3، ماشي لسه نمبر 3 يا شباب حبايبي، ركزوا معايا يا ولادي يا بناتي ركزوا. هنا نمبر 3 was 13.7 times 3.4. هنا عشان احل الاكزامبل ده اول خطوه بعمل convert الديسيمال نمبر تو فريكشن، يعني حوله فريكشن 137 over 10.
وهنا 34 over 10. بعد كده بعمل multiplication numerator by numerator and numerator by numerator، يعني هاخد 137 times 34. Okay, 4 times 7 equal 28, write 8 and carry out 2. 3 times 4 equal 12, 12 plus 2 equal 14, write 4 and carry out 1. 1 times 4 equal 4 plus 1 equal 5. And then write 0 here, 3 times 7 equal 21, 1 and carry out 2. 3 times 3 equal 9, 9 plus 2 equal 11, 1 and carry out 1. 1 times 3 equal 3 plus 1 equal 4. And then 8 two numbers, 8 plus 0 equal 8. 1 plus 4 equal 5, 5 plus 1 equal 6, and write 4. 10 times 10 equal 100, then the result will be what we must put point after two places. The result will be 46 and 58 hundredths. 46 and 58 hundredths. Okay, question number 4. Write in expanded form this number, 3 and 43 hundredths. First, you can write 3 in the ones here, write 3. And 4 in tenses, write 0.4 and 3 here in hundredth. This is the result. Okay. تعالوا نشوف الموديل اللي بعده، number 4. One of the students found the picture of one of the tourist cities in Egypt and was able to identify the name of the city by finding the value of a known of each of the following. تعالوا نشوف كده حل التابل اللي قدامي. عشان نحل التابل اللي عندنا، في عندي هنا يعني بيقولك يعني هتكمل الكلمة في الآخر، النواتج اللي طلعت اللي عندك ديت هتكمل منها كلمة، تمام؟ طيب طبعا كانت رحلة سياحية في مدينة من القرى، عايزين اسم المدينة يعني نتعرف عليها من خلال حل الإكزامبل. هتحلها عادي يعني، تمام؟ ركز بس معايا كده عشان تفهم. انت عندك هنا 8.2 plus x equal 9، عايز اجيب الاكس اللي هنا، يبقى هعمل subtract between two numbers، يعني اقول الاكس equal 9 subtract by 8.2، يبقى الاكس equal 9.0 subtract by 8.2. اقول 0 minus 2 we can do it for 1، تبقى هنا 10 minus 2 equal 8 and 8 minus 8 equals 0. The result will be 0.8. أول result عندك هنا تبقى 0.8، تمام؟ طيب الإكزامبل اللي بعده هنا بيقول لي 0.6 multiplication by 0.4 equal x. عايزين نجيب الإكس الـ unknown variable هنا، طب نجيبه إزاي يا ولاد؟ يبقى أنا هعمل multiplication two numbers. 6 tenses it's meaning 6 over 10 and 4 tenses it's meaning 4 over 10 because the point after one place. And 4 times 6 equal 24, 10 times 10 equal 100. Then the point here will be after two places, it will be 2400th. تكتب هنا 2400th. طبعا التيبلز انا مكتوب عليها يا ولاد، انت بس تراجع معايا الخطوات دي، خطوات الحل المسائل، لكن هي مكتوبه قدامك جاهزه. نعرف بقى الحل جه ازاي، انا بوضح لك الحل تحت والخطوات. 840 divided by x equal 8.4. We must put the point after two places here, so you must write 100 because the point after two places, you must put zero here, okay? If you cancel this zero, it's very easy. يعني ممكن نكتب الزيرو هنا ونلغيه عادي، لأن الزيرو على اليمين بيتحذف. فالنمبر ده divided كام عشان يعطيك ده؟ Divided by 100، يبقى الحل بتاعك 100. الكوتشن اللي بعده، x is the least common multiplication of two numbers 3 and 5, 3 and 6, sorry, 5 and 6. خد بالك 5 and 6 we call them relatively prime numbers، يعني the highest common factor between them 1. فعشان تجيب ال least common multiplication لل 5 وال 6 هتعملهم times، يبقى ال 5 multiplication by 6 تعطيك 30، تمام؟ ده least common multiplication هنا. طيب هنا بيقول لي 6 and 1 over 2 subtract by x equal 5، ركز معايا 5 and half. عشان نجيب يا ولاد الاكس اللي هنا نعمل subtract between two numbers، يعني تقول 6 and half subtract y 5 and half. لما تعملهم subtract هيعطيك 1، يبقى الاكس هنا الفاليو بتاعتها ب 1. الاخيره x is the greatest common factor of two numbers 8 and 12. خد بالك انت عندك ال 8 first number and 12 second number. طيب ال 12 كانت divided by 8، هنزود 12 كمان على 12 تبقى 24. 24 كان divided by 8، يبقى 24 ده least common multiplication between two numbers، تمام؟ طيب هو عايز ايه؟ هو عايز في المسألة greatest common factor. يعني ايه greatest common factor؟ يعني first number 8 and 12 can divided by
the height compacted between them يعني أكبر number ينفع الـ 8 والـ 12 يتقسموا عليه، مين هو؟ ها فكر كده هتلاقيه الـ 4. طيب لو أنت مش عارف الكلام ده تعمل إيه؟ هتعمل trees اللي عندك trees factors بالنسبة للـ 8 هتعملها factors بتاعها 2 times 4 and 4 equal 2 times 2 زي ما أنت متعود، وتاخد بعد كده الـ 12 تقول 2 times 6 والـ 6 هنا 2 times 3. بعد كده الـ 8 هتقول 2 times 2 times 2 والـ 12 هتقول 2 times 2 times 3 وانت بتكتب تكتب الكومنت تحت بعض المشترك تحت بعض. يبقى هنا هجيب greatest common factor between two numbers هاخد سيركل على الكومن يبقى 2 times 2 equal 4 ده greatest common factor between two numbers. بعد كده بقول لك النماذج اللي عندك بقى هتكون word كلمة. ال 100 كان عندها حرف ال L شايفين 100 اهي، وبعدين ال 4 حرف ال U وال X اللي هي 30 وال O اللي هي 1 و 0.8 اللي هي ال R، يبقى الكلمة اللي هي لوكسور. The name of city is Luxor، عايزين نعرف اسم المدينة اللي زارها اللي يبقى لوكسور. Question letter B with using the following model color that represent decimal 0.73 يعني هتلون حسب النمبر الموجود 7300 يعني هتكتب هنا التلوين بتاعك 7 1 2 3 4 5 6 7 7 vertical اهو شايفينهم، وبعدين عندك 300 1 2 3 هتعمل 3 units بس. انت كده خلصت التلوين بتاعك، المطلوب منك تعمل colored الموجود. طيب الموديل نمبر 5 use the following cards and the cards you read موجودة to find number 1 5 different decimal number from it formed from 3 digits including whole numbers يعني عندك عايزين نكتب يعني من الارقام الموجوده عايزين نكتب عندي tenses والhundreds كلهم موجودين وعندي ones كمان. طيب انت تقدر تستخدم ازاي؟ تاخد اول نمبر 8.24 ممكن تقول 8.42 وثبتنا ال8 نرجع نغير ال8 نخليها 4 ونغير التو ديجيتس دول ناخد 2 8 وناخد 4 ثانيه وناخد 8 و 2 نرجع تاني نقوم مغيرين الوانس اللي عندي ناخد 2 ونقوم واخدين هنا 4 and 2 4 and 8 تمام وناخد هنا 2 برضو ونخليها 8 and 4 يبقى انت كده كتبت 3 ديجيتس اللي عندك كونت منهم 6 1 2 3 4 5 6 6 نمبرز 6 ديسمال نمبرز. بعد كده طلب أسئلة بقى على اللي انت جبته. ايه الأسئلة الموجودة؟ أول سؤال عندي نمبر 1 خلاص احنا جبناه ده كوتشن 1 اللي احنا جاوبناه. كوتشن نمبر 2 هنا the greatest number عايز أكبر عدد موجود يبقى 8.42 the greatest number from all numbers here and the smallest it will be 2.48 the greatest number and smallest number. كوتشن نمبر 3 when we multiply two numbers 2.48 and 8.24 we get what يعني عايزك تضربهم في بعض وبعد ما تعملهم multiplication هتعملهم في الاكسباندد فورم تحت. طيب ركز معايا بقى في الاكزامبل ده. بص يا حبيبي ركز يا ابني ركز يا اولاد ركز يا بنات هنا 2.48 النمبر الاول اهو first number multiplication by second number هنا 2 تاني كده 4 and 8 multiplication by 8.214 اول خطوه تبقى عارفها ان first number اللي هو 248 over 100 because the point after two places and this number 824 over 100 and then we can find the result by multiplication numerator by numerator and denominator by denominator right here 248 times 824. طيب ازاي نعمل multiplication 3 numbers مع 3 numbers؟ خد بالك معايا انت اول خطوة هتعملها ايه؟ هتضرب هتعمل times 248 النمبر ده كله مع ال 4 يقول 4 times 8 equal 32 write 2 and cut up 3 تطلع ب 3 4 كده ويقول 4 times 4 equals 16 16 plus 3 equals 19 9 and carry up 1 3 2 times 4 equals
2 times 4 equal 8 plus 1 equal 9. بعد كده تعمل plus right plus and 0. next step 2 times 8 هتيجي بعد كده تاخد ال 2 تعملها times برضو للنمبرز الموجودة عندك. تاخد ال 2 اللي هنا تقول 2 times 8 equal 16 6 and carry up 1. 2 times 4 equal 8 plus 1 equal 9. 2 times 2 equal 4. بعد كده نكتب double 0. نيجي على النمبر اللي عليه الدور اللي هو ال 8 تقول 8 times 8 equal 16. 8 times 8 equal 64. يبقى 8 plus 8 هي 16. لك 8 times 8 64. تمام؟ يبقى right 4 and carry up 6 كده. 4 times 8 equal 32. 32 plus 6 equal 38. Right 8. And carry up 3. 2 times 8 equals 16 plus 3 equals 19. And then eat two numbers. And like my ولاد هنا 2 plus 0 equals 2. 9 plus 6 equals 15. 5 and carry up 1. 9 plus 1 equals 10. 10 plus 9 equals 19. 19 plus 4 equals 23. Write 3 and carry up 2. 2 plus 4 6. 6 plus 8 equals 14. 4 and carry up 1. 9 plus 1 equals 10. 0 and carry up 1. 1 plus 1 equal 2. طلع الريزلت معايا موجود اهو. نكتب فوق كل الديجيتس الموجوده اللي هي 2,452 over كام 100 times 100 it will be 10,000. So the point here after write how many places? 4 places. يعني تكتب 204352 وتعمل count بقى تقول 1 2 3 4 يبقى البوينت هنا. يبقى ده السوليوشن بتاعك هيطلع 20 and هنا 420 and نعم 20 او تقول 20.4352 تمام او ممكن تقولها 20 and 4352 مش 100 بقى 10,000 اوكي قدامك طريقة الحل تركز عليها في الايه خطوات هتعمل long multiplication والبوينت اللي عندك after four places. طيب بعد ما خلصنا عايزك تكتب النمبر الموجود لا ده سؤال تاني بقى يا ولاد كده خلاص يبقى تعالى بقى نشوف الكوشن اللي بعده نمبر 4 كده خلصنا كوشن 3 اللي بعده نمبر 4 عايزك تعمل في الاكسباندد فورم النمبر اللي عندك ده كوشن نمبر 4 بيقول لك هنا اكسباندد فورم النمبر هنا 4.8 and 2 عندي 4 lies in the ones 8 in tenses and 0 in hundredths تمام طيب تعالى نشوف كوتشن جيتار بي بيقول لك ماتش وصل يعني بعد ما تحل هتوصل بالإجابة الصح طيب نمبر 1 هنا بيقول 8.74 عايزين نعرف ده الحل مع مين ده تيبل يا ولاد ماشي ركز معايا تاني كده ده تيبل اهو هنا كان في اكس اللي هو الاريا موديل اللي عندك تقدر تجيب الاكس عن طريق السبتراكت بين تو نمبرز عشان تجيب الاكس هتعمل سبتراكت بين تو نمبرز 8.74 سبتراكت 3.42 4 2 equal 2 and 7 4 equal 3 8 3 equal 5 ده الريزلت بتاعنا 5 and 3200 طب بالنسبة للتيبل اللي بعده عشان تجيب الاكس هنا تعمل بلس للتو نمبرز ذا بوتوم هنا الاكس طالما هنا التوب عشان تجيب الاكس اللي في التوب تعمل اديشن للتو نمبرز الموجودين يعني انت عندك 3.425 هنا 2.5 and 2 يبقى الاكس ايكوال 3.425 بلس 2.5 5 and 2 هتعمل addition تكتب هنا 0 وتحل الاكزامبل بتاعك تعمل بلس 0 بلس 5 equal 5 2 بلس 2 equal 4 5 بلس 4 equal 9 تعمل point 3 بلس 2 equal 5 ده الحل بتاعك ليه للكوشن توصلها بعد كده تاخد الأخيرة برضو عشان تجيب الاكس هنا هتعمل subtract between two numbers يعني عندي هنا in the top 8 and 7400 in the top and the bottom we have x and 2.5
5 and 2, we can find the value of x by find the difference between two numbers 8 and 74 subtract by 2.5 and 2. يبقى عشان اجيب الاكس اقول 4 minus 2 equal 2, 7 minus 5 equal 2, 8 minus 2 equal 6. نوصلها بالحل بتاعنا اللي هنا.